بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، دي الوحدة الرابعة. هنطلع الكلمات والملاحظات اللي في الوحدة وهبعتها لحضرتك PDF عشان تطبعها وتذاكرها. بداية كده، أول كلمة معانا هي كلمة alter. الكلمة دي احنا خدناها قبل كده بمعنى آخر، خدنا قبل كده كلمة change، بس تعالى أما أكتب لك أولا alter. كلمة alter دي بتستخدم كفعل فقط، بمعنى يغير او يتغير. حلو، في زيها بقى كلمه اسمها تشينج، بس تشينج دي بنستخدمها كفعل بمعنى يغير او يتغير، وبنستخدمها كنون كمان. تشينج بنستخدمها كنون بمعنى تغيير. طيب المهم انك لما تستخدمها كنون هتستخدم اللي قبلها ا. اولتر دي منها كلمه تانية كده اسمها alternative. alternative اللي هي معناها ايه؟ دي اللي معناها بديل. طيب الكلمة التانية معناها كلمة burn out. burn out دي اللي هي الإرهاق أو الإنهماك، اسمها burn out. ولما نستخدم burn out مع السيارة فنفصل الكلمتين دول عن بعض، ومعناها الطيارة السيارة خلصت الوقود اللي فيها. burn out دي ممكن نحط مكانها exhaustion اللي هو مين؟ التعب أو الإنهماك أو الإرهاق وهكذا. في بقى كلمة اسمها exhausted. exhausted دي adjective، حلو، بمعنى متعب، اللي هي من الاخر كده يعني تعبان. طيب exhausting دي معناها برضو دي adjective، معناها متعب، شيء متعب يعني من الاخر كده شيء مقرف. تمام، بينك وبين نفسك طبعا تعبان ومقرف دي. طيب عندك كمان كلمة exhaust، ودي بنستخدمها كنون بمعنى عوادم السيارات، وبنستخدمها كverb بمعنى يتعب شخصا او يسبب التعب. طيب بص معايا كده على السريع في امثله هوائيه خاطفه. لما اقول لك انا لما اقرا لما اشتغل كتير بكون اي بيكام اكزوستد، بكون متعب. الشغلانه بتاعتي دي اصلا اكزوستنج، يعني شغلانه متعبه مقرفه. this job، هذه الوظيفه، may exhaust me، ربما تتعبني. ولما نقول car exhaust يعني زيها بالظبط، car fumes اللي هي عوادم السيارات. طيب الكلمة اللي بعد كده كلمة clear off، دي معناها يغادر، ينقشع، يزول وهكذا. ماشيين الصبح يقول لك في ضباب، استنى لما الضباب ده clear off يعني ينقشع او يزول. كوب دي برضو فيها ملاحظات احنا خدناها قبل كده، بس نقولها تاني سريعا. كلمة كوب لوحدها كده يا ساير بتيجي من غير وز عادي، وممكن نجيب كوب وز، بس نجيب بعدها مفعول. طيب عندك برضو بتساوي كلمة اسمها catch up وز اللي معناها يساير وبعدها مفعول. وعندك برضو كلمة اسمها keep up with اللي معناها برضو يساير بس كده بعدها مفعول. عايزك تنتبه لملحوظة ان keep with مفيش معاه up، لكن catch و keep لازم معاهم up. حلو، طيب الكلمة اللي بعد كده كلمة exhausted قلناها متعب او منهمك. frown دي معناها يكشر، اسمها frown. في كلمة تانية يكشر برضو اسمها put. الفرق بينهم ان كلمة frown دي معناها يكشر بالاي برو، بيكشر بعينيه، لكن بوت دي يكشر باللبس، بالشفايف. وهيقابلنا بالمناسبة كلمة سكولد اللي معناها يشتم، اللي بتساوي كلمة تل اوف. طيب في الاختيارات ساعات بنلاقي فرون وبوت وسكولد، التلاتة دول نعرفهم الفرق بينهم امتى؟ ان فرون عايزة بعدها ات، اصل هو كشر في او كشر الي، وبوت برضو ات كشر الي، لكن سكولد مش بعدها حرف جر. لما اقول مثلا شي نوت مي، هنا هنستخدم مين؟ هنستخدم scolded me بمعنى هي شتمتني او وبختني. او في الجملة دي بقى لو انت عايز تستخدم at فهتقول she not at me. في الحالة دي ينفع نستخدم frowned at me، وينفع نستخدم pouted at me، لانك انت استخدمت حرف الجر at فتعرف ان at دي بتيجي مع frown ومع boot. طيب عندك كلمة improve يحسن او يتحسن، بس عند improve دي هنوقف ايه؟ وقفة صغيرة كده عشان اقول لك على ملحوظتين حلوين. عايزك تعرف وانت بتحفظ ان كلمة improve دي بنستخدمها بمعنيين، معناها يحسن او يتحسن، الاثنين يعني فعل لازم وفعل متعدي. لو معناها يحسن فهتساوي make شيء better يعني، وهتساوي كلمة promote اللي معناها يحسن او يرقي. طب لو معناها يتحسن فهتساوي get better او become better. تمام، طيب في الجملة اللي بعد كده، الكلمة اللي بعد كده manage اللي معناها يدير او يتدبر، وما تنساش انك ممكن تقول manage to اللي ممكن نستخدم بدلا منها
succeed in، الاثنين معناهم ينجح فيه، بس manage to عايزه بعدها المصدر، لكن succeed in عايزه بعدها الفعل المضاف له ing. I managed to open the door. I succeeded in passing the exam. طيب management للإدارة، mental health للصحة الذهنية، mental أصلا يعني ذهني أو عقلي، بس عند mental عايزك تاخد معلومتين كده وتضيفهم عندك في قاموسك اللغوي. عايزك تعرف إن كلمة mental دي معناها ذهني، بتساوي كلمة intellectual اللي برضو معناها ذهني أو عقلي، ده رقم واحد. خد بالك إحنا ممكن نقول time management اللي هي إدارة الوقت، أو ممكن نقول managing time. managing time ما ينفعش نقول time managing، برغم إن management إدارة و managing إدارة. زي ما كنا بنقول برضو success، إحنا خدنا الحتة دي قبل كده، achievement. achievement دي بتساوي achieving success. الكلام ده نركز فيه عشان الكلام ده مهم. طيب عندك منتل قلناها، كلمة بوت قلنا يكشر، بس بوت يكشر باستخدام اللبس الشفايف. بروموت دي ليها معاني كتير، منها يرقي ومنها يروج، منها يعزز ويدعم وهكذا. بس انا عند بروموت هقول لك على ملحوظة مهمة جدا عايز تركز فيها. عايزك تعرف انك ممكن تقول جيت برو مو تد يعني يرقى، وبروموتد هنا في الكلمة دي عبارة عن ادجكتيف. طيب انت ممكن كمان تقول جيت ا بروموشن، دي اللي معناها يحصل على ترقية. بروموشن هنا عبارة عن ناون. طيب عندك سكولد قلناها، سيلف كير اللي هي العناية بالذات، انك تغسل سنانك وتاكل اكل كويس وهكذا. عند ستريس لينا وقفة مهمة، تعال بس معايا كده ما اقولك عليها. عايزك تعرف يا فندم ان كلمة ستريس اللي هي كده، ستريس دي ناون بمعنى التوتر او الضغط، يعني الضغط من العمل والشغل والحاجات دي. طيب ممكن نستخدم بدل منها كلمة بريشر اللي هو التوتر والضغط برضو. طيب الحاجة التانية، عندك ستريسد دي adjective بمعنى متوتر او مضغوط. طيب ستريسفول دي برضو adjective بمعنى مسبب لت توتر، حاجه كده تدي معنى مقرف. الشغلانه اللي بشتغلها دي بتديني بتسبب لي ستريس، يعني بتسبب لي توتر. انا لما بشتغلها بكون ستريست متوتر او مضغوط. الشغلانه دي بنفسها بقى بنقول عليها شغلانه مقرفه يعني ستريسفول. في ملحوظه هنا عايز تعرفها، ان بريشر ده اللي هو ضغط ممكن نستخدمه بمعنى ضغط الدم، ضغط الدم ممكن نستخدمه كمان بمعنى ضغط الهواء، لكن ستريس الضغط النفسي بس. طيب عندك ستريس قلناها، سبوز يفترض او يعتبر يعني، تايم مانجمنت اداره الوقت، ويل بينج العافيه والسلامه ما فيهمش اي مشكله. طيب افيرز دي اللي معناها الشؤون، افيرز الارم معناها منبه، ولو احنا قلنا الارمنج معناها خطير، ان الارمنج بروبلم مشكله خطيره. الكلمه دي اسمها انزايتي. افويد بيجي بعدها دايما الفعل المضاف له اي ان جي، ما تنساش دي، افويد اي ان جي. بيسز اساس، behavior benefit دي عندنا فيها ملحوظتين. لما نقول benefit from ده معناها يستفيد من، دي كده فاعل. طب لو انت قلت لي benefit of دي كده اصبحت noun بمعنى فائدة من فوائد. فاقول لك على سبيل المثال a benefit of technology، او we must benefit from technology. طيب brainstorm يعني يبدع او يستدعي او يستثير الفكر. brave شجاع ومعناه يواجه كمان. كافيين مادة الكافيين. category choice اللي هو الاختيار، ممكن نحط مكانها كلمة option اختيار برضو. issue دي لها معاني كتير. لها معاني، اولا معناها قضية، تمام، قضية مثلا زي قضية التلوث والقضية البيئية وهكذا يعني. issue دي كمان معناها مشكلة، طبعا نفس القصة زي قضية، معناها عدد في مجلة. لما اقول لك الكلام ده هيجي في الايشيو رقم 7 في المجلة، يعني العدد رقم 7 في المجلة. limit يحدد او يحد من، يعني يقلل من. media
طبعا تيجي اسم مفرد وجمع زي ما قلنا قبل كده، مسج رسالة، ولما تكون قصدك تقول الرسالة المستفادة من القصة فانت ممكن تحط مكانها مورال، نورمالي، بين، بيرفكتلي، بيرفكتلي، بليز. عند بليز دي لينا واقفة. عندك بليز اصلا انت عارف ان بليز معناها من فضلك، تمام، موضوع خلصان. بليز كمان بنستخدمها كفعل بمعنى يسعد، يعني يفرح حد، تمام. ولو استخدمناها بمعنى يسعد فهي هتساوي make المفعول pleased، يعني يجعل الشخص، يجعل الشخص مثلا مسرور. ده معناها ان كلمة pleased دي عبارة عن adjective بمعنى مسرور، ومعناها كمان ان pleasant معناها دي adjective برضو بمعنى سار او مبهج او مفرح. الفيلم اللي احنا سمعناه ده خلينا كلنا ضحكنا، اصل هو كان pleasant احنا بنسمعه واحنا كنا بليزد، تمام. طيب عندك بور فقير، ومعناها سيء الجودة. لما نقول بور مان رجل فقير، لكن لما نقول بور كواليتي جودة سيئة، بور يعني يتدفق او ينهم او ينهمر، ومعناها برضو يصب شوية شاي. يعني عندك كلمة بور دي كده معانيها، كلمة بور كده معناها يتدفق او ينهمر، ومعناها يصب سائل. انت قاعد قدامك براد الشاي الجميل فاقول لك can you pour some tea، ممكن تصب لي شوية شاي. طيب عندك بعد كده كلمة pressure زي ما قلنا الضغط، priority اللي هي الأولوية، الأولوية يعني الشيء اللي هو أكثر قيمة يعني. طيب بعد كده الصفحة التانية concentrate اللي معناها يركز. ما تنساش ان كلمة concentrate on ده فيرب بمعنى يركز على. طب concentration on برضو ده نون بمعنى التركيز. طيب concentrated دي adjective بمعنى مركز او مركز، يعني شخص مركز او حاجة مركزة. طيب زيها بالظبط كلمة focus، focus اللي بيجي بعدها on برضو، بس فوكس اون دي بتيجي كنون، بتيجي كنون وبتيجي كفرب. كنون بمعنى تركيز، طب كفرب بمعنى يركز على، يركز على نفس الكلمة. طيب عندك كونسيدر، كونسيدر دي معناها يعد او يعتبر او كده، وهنشرحها بالتفصيل في القاعدة. constantly control counselor creation current، current يعني حالي او جاري، ومنها currently يعني حاليا. divide divide dress dress intervene experience experience experience. عند experience دي في خدناها قبل كده بتلات اشكال، قلنا عليها تلات ملاحظات. الملحوظه الاولانيه في experience experience و an an experience و experience تاني لوحديها. الفرق بينهم كالتالي، experience دي بنستخدمها كفيرب بمعنى يواجه او يعايش او يلاقي. طب ان اكسبيرينس دي بمعنى موقف حياتي، تجربه حياتيه يعني. طب اكسبيرينس معناها خبره، اللي هي هنا اسم ايه؟ لا يعد، لكن هنا اسم يعد زي ما انت واخد بالك. انت عشان تشتغل، عشان تشتغل في مصنع كبير لازم يكون عندك خبره اكسبيرينس، تمام. اقول لك وانا ماشي مره حصل لي موقف في حياتي فاقول لك ان اكسبيرينس، او اقول لك experience stress مثلا، يعايش او يواجه الضغط والتوتر. طيب عندك اكسترا اضافي، extreme قلناها في الحلقه اللي فاتت معناها شديد، لكن extremely متطرف. extreme دي بنجيب بعدها اسم فبنقول extreme heat، لكن extreme اللي بعدها ظرف، وده مكتوب في ورقه ملاحظات اللوحه الثانيه او الثالثه. frustrated increase، الكلمه دي بنطقها بالاسم مش بالذات، increase increase يعني يزيد، وبرده noun بمعنى زياده. interact interact يتفاعل. طيب psychologist psychologist البي سايلنت psychologist. react reaction reduce reduce regret. عند regret هنقف شويه مع ان احنا قلناها قبل كده بس نقولها تاني عشانها مهمه. كلمه regret دي بعدها حاجه من اتنين، regret بيكون بعدها الفعل مضاف الاي ان جي، او بيكون بعدها تو الفعل في المصدر، بس regret اي ان جي معناها ندمان انه فعل، لكن دي يؤسفه أنه سيفعل، سيفعل شيء، تمام. على سبيل المثال أقول لك I
regret 2 by this car. يعني ندمان أو يؤسفني أني سأبيع السيارة، لسه ما بعهاش. طب بعد ما يبيع العربية هيقول لك I regret buying this car، يا ريتني ما بعتها. طيب regular دي معناها منتظم، وعند regular في شوية ملاحظات برضه عايزين ناخدهم كده سريعا. regular دي regular دي معناها منتظم، ودي عايزك تعرف ان هي adjective بمعنى منتظم. طيب regularly دي معناها بانتظام. طيب ده ظرف طبعا، دي adverb. طيب عندك regulate ده verb بمعنى ينظم، to regulate your life، انك تنظم حياتك. طيب ومنها بقى كلمة regulations، ودي نوع بمعنى القوانين والتشريعات، التشريعات. responsibility المسؤولية، بس responsibility احنا خدنا قلنا ممكن نقول have responsibility، ممكن نقول take responsibility، ممكن كمان نقول shoulder responsibility. التلاتة بيجوا مع كلمة responsibility. طيب بعد كده عندك سناك، وجبة خفيفة سناك، وطبعا مع سناك دي ممكن ناخد have a snack وممكن ناخد take a snack، الاتنين ينفعوا. اكتب لك take و have a snack، لازم نكتب الآ لأن دي اسم مفرد معدود. sound معناها يبدو ومعناها وجه ومعناها سليم، كلمة sound sorry معناها يبدو ومعناها صوت مش وجه ومعناها سليم. لما أقول لك الماكينة اللي بره دي عاملة sound عالي جدا، you sound happy تبدو سعيدا، ومعناها sound بمعنى سليم. لما أقول لك sound mind in sound body، العقل السليم في الجسم السليم. source master stretch tips، tips دي برضو فيها ملحوظة لطيفة عايز اضيفها لك عشان لو انت مش عارفها تعرفها، اللي هي كلمة ايه، كلمة tip. tip دي ملحوظة دي اسم يعد، تمام. طيب ونستخدمها برضو بمعنى نصيحة. طب advice دي نصيحة واسم لا يعد، ايه العلاقة بالاتنين؟ ان كلمة tip معناها ملحوظة بنستخدمها برضو بمعنى نصيحة يعني، بس ده اسم معدود لكن ده اسم غير معدود. لو ما قال لك مثلا she gave me an important note، يا ترى هنا هتقول لي tip ولا advice؟ والله ما دام قال لك او ان يعني عايز المعدود فهتختار له tip وانت ساكت. طيب unhealthy urgent wise حكيم، ومديني شوية تعريفات كده، الكلمات اللي احنا خدناها فوق بتعريفاتها، حاجات لطيفة كده محتاجة بس انك تقراها promote وهكذا. طيب في ملاحظات تانية غير كده هناخدها؟ في ملاحظات، احنا بنحل في الأسئلة هيظهر ملاحظات هنطلعها، مش هنعدي ملحوظة غير لما نطلع كل الملحوظات اللي في الأسئلة. طيب تعال نبدأ بقى من أول سؤال معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. أول سؤال يقول لك I couldn't continue working because I was completely not، أنا ما قدرتش أكمل شغل لأن أنا كنت إيه تماما، interesting يعني شيق، interested يعني مهتم، relaxed يعني مرتاح، لكن exhausted يعني متعب أو منهمك. طيب على فكرة بدل ما تقول completely exhausted كان ممكن تقول very tired، بس اوعى تنسى نفسك وتقول completely tired، ده غلط. ليه؟ لان احنا متفقين ان tired صفة عادية تاخد ظرف عادي، لكن exhausted صفة معقدة تاخد ظرف معقد. طيب التانية the new secretary was worried that he wouldn't be able to not with his boss at demands، ولكن السكرتير الجديد كان خايف ان هو ما يكونش قادر انه يعمل ايه مع مطالب المدير بتاعه. run يعني يجري ومعناها يدير، race اللي هو السباق، كوب يعني يساير، وكاري يعني يحمل، هو كان خايف ما يسيرش اوامر المدير بتاعه. doctors and nurses الدكاترة والممرضين، بالمناسبة كلمة نيرس ممرضة ومعناها يمرض، are responsible for مسؤولين عن the care and، خد بالك انت هنا قلت لي are responsible لكن كان ممكن نقول have responsibility for the care and not of their patients. well born ده حسن الميلاد مولود كويس سليم يعني، لكن well being اللي هي السلامة والسعادة بتاعت المرضى. self harm لو اضرار الذات، self denial انكار الذات. time not is highly recommended يعني ايه بتاعت الوقت المطلوبة بشكل كويس لما ندير ال own business بتاعنا، اكيد time management اللي هو ادارة الوقت. retirement اللي هو التقاعد، punishment اللي هو العقاب او المعاقبة،
reassignment. assignment اللي هو تعيين ومعناه واجب، لكن reassignment إعادة تعيين. don't worry لا تقلق، وقلنا قبل كده كلمة worry يعني يقلق ويقلق في اللحظة الأولى. your father is not and he is going to leave the hospital very soon. ما تقلقش باباك إيه، بتحسن، بتحسن يعني improving. على فكرة هنا ممكن بقى نقول getting better، وما ينفعش نقول making better، خد بالك. تمام، هنا معناها ان باباك بيتحسن وهيبقى كويس جدا زي الفل. طيب الجملة اللي بعد كده، ستة بقول لك congratulations ألف مبروك. I heard you have been A to a higher position. أنا سمعت إنك أنت تم ترقيتك لمكانة أعلى. تم ترقيتك يبقى بروموتد. طيب أمال يا بروت معناها يجتز. يعني إيه يجتز؟ يعني يقضي على، يتخلص من مشكلة يعني. أوبريت يعني أوبريت يعني شغلة، وريموفد يعني أزالة. هنا في ملحوظة مهمة عايز أقولها لك، كلمة position اللي في الآخر دي ليها أكتر من معنى. تعالى أكتبهم لك كلهم كده واحد واحد. كلمة position، position دي أولاً معناها موضع، موضع الشيء، يعني الشيء مكانه فين بالظبط، في مكان عالي منخفض وهكذا. كمان بنستخدمها بمعنى وظيفة، يعني هنا بتساوي كلمة a job الوظيفة برضو. رقم ثلاثة كلمة position دي معناها المكان في الملعب، في الملعب. أنا مثلا بلعب جول كيبر، جول كيبر، فده البيست بوزيشن بتاعي، أفضل مكان ليا في الملعب إن أشتغل ألعب جول كيبر. كان في مصطلح خدناه قبل كده اللي هو تيك ذا بوزيشن ذات، تيك ذا بوزيشن ذات اللي معناها يعتقد، بتساوي كلمة ثينك، قرر يعني أو يقرر أو يعتقد بأن شيئا ما. عندي كمان كلمة بوزيشن دي بتساوي كلمة بليس، بتساوي كمان كلمة بوت بمعنى يضع. تمام، ارجع بقى لجملتك الجميلة بعد كده، خلصت. الجملة اللي بعد كده رقم سبعة، if you start studying early for your exams، لو انت بدأت تذاكر بدري لامتحاناتك، you won't feel afraid or too، انت عمرك ما هتحس ان انت afraid، خائف، or too، او انك انت too stressed، متوتر جدا. I must leave now، لازم امشي دلوقتي. I am not to be in the office in half an hour، انا المفترض اكون في المكتب خلال نص ساعة. impose يعني يفرض، عقوبات وكده، لو قلنا impose sanctions يعني يفرض عقوبات، refuse يرفض، و enclose يعني يرفق. don't know the new nurse for breaking the machine، الممرضة اللي كسرت الآلة في الصيدلية دي أو في العيادة، it was an accident، ده موضوع كان حادثة، ف don't scold يعني لا تسبها. افرض هنا كان في الاختيارات كلمة فرون أو كلمة بوت، كنا ناخدهم؟ لأ، لأنهم عايزين at. She not at her son، هي عملت ايه في ابنها؟ اكيد فروند ات، يعني كشرت في وجه ابنها. على فكره في ايه ات يعني يرنو الى او يسعى الى يعني. If you not the position of the desk there will be more room for the chair، لو انت غيرت مكان الديسك، يغير اللي اسمها alter، وعلى فكره كان ينفع هنا change. ما تنساش ان كلمه روم، روم لوحديها معناها غرفه، احنا قلنا قبل كده الملحوظه ديت، كلمه روم لوحدها كده يعني غرفه، سوري معناها مجال او فراغ. روم معناها مجال او مساحة او فراغ، لكن لو انت قلتها a room فدي كده معناها الغرفة اللي بنقعد فيها ونعيش فيها. طيب بعد كده 12 بيقول لك I don't like this kind of work because it is، ما بحبش الشغل ده لان الشغل ده مقرف، يبقى stressful. طيب you need to drive your car slowly، محتاج تسوق العربية بتاعتك ببطء شوية. I don't think the mist، لا أظن إن الضباب سوف يزول أو ينقشع، يبقى clear off. studying for 10 hours non stop، non stop بمعنى دون توقف، continuously، may affect your، ربما يؤثر على your a health، صحتك الذهنية، يبقى your mental health. طيب 15 plays a vital role in leading a business to success، ان هو بيلعب دور هام في التحويل او التحول بالشركه الى النجاح، اكيد المانجمنت الاداره. بيرن اوت الارهاق، مسج اللي هي الرساله اللي بتساوي كلمه مورال زي ما قلنا، وكاتيجوري التصنيف. اي شافت ات ماي دوتر، انا زعقت في وش بنتي. هو نوت هير ليبس، قال لك هير ليبس يبقى تاخد بوتد على طول. زوز هو سفر فروم نوت شود، الذين يعانون من التوتر الضغط، يبقى ستريس. الترجمه يا جماعه بتحل المشاكل كلها، فترجم وانت بتحل. Although my wife is successful chemist، برغم ان زوجتي صيدلانية يعني ناجحة، our family is here first A، الا ان العيلة بتاعتنا هي her first priority، اولوياتها الاولى. It's advisable that you not making friends with such bullies، من ينصح بان انت تتوقف عن، تتجنب تكوين صداقات مع الناس الوحشين دول.
خد بالك، نقول make friends with، يعني يعمل صداقات مع. طيب رقم 20، وبالمناسبة ممكن بدل ما نقول make friends with ممكن نقول mix with. don't mix with bad friends، اكتبها لك. ممكن اقول لك don't mix with bad friends، يعني ما تختلطش بالاصدقاء السيئين، او اقول don't make friends with bad مثلا boys، يعني لا تكون صداقات مع الاولاد السيئين. طيب بعد كده don't make much note on children، لا تضع ايه كثير على الاطفال، دعهم ياخذوا مساحتهم، يبقى much pressure، ما تحطش ضغط كبير على الاطفال. طيب 21، his note management skills made him a failure، جعلته فاشلا. اقول لك ان مهارات القياده، الاداره الايه اللي عندك، الذهنيه ولا العاجله ولا البريف الشجاعه ولا البور، مهارات القياده الضعيفه الفقيره. The injured man needed not surgery، الراجل المصاب احتاج سيرجري، جراحه، زي كلمه اوبريشن بالظبط نفس المعنى، اكيد احتاج جراحه عاجله، يبقى urgent. I should have worked hard، الجمله دي بتعبر عن ايه؟ قبل ما احل الجمله دي تعالى اقول لك على فكره احنا كنا مرنا عليها قبل كده مره، اللي هي دي، لما تقول لي في جمله مثلا I should have past participle، ولما تقول you should have past participle. تعالى اقول لك بالعربي الاول، لما تقول I should have studied مثلا معناها انا كان المفروض اذاكر يا جدعان، ايه اللي انا عملته ده؟ يبقى دي بتعبر عن الريجريت، الندم. طب لما تقول لي هو انت كان المفروض تذاكر، انت ليه ما ذاكرتش؟ يبقى بتعبر عن بليم، اللي هو لوم. ركز في الاثنين. طيب فانت بقى هنا بتقول لي I should have worked hard، انا كان المفروض اشتغل باجتهاد، انا المفروض كنت اشتغل باجتهاد، يبقى ده ريجريت. What is the not of the novel؟ ايه عايز اقول لك المغزى في القصه يعني، فقال لك بتعلمنا ان الصبر ده صفه كويسه، يبقى كده هنا ناخد كلمه مسج، وزي ما قلت لك بدل ما تحط كلمه مسج اللي معناها رساله او قيمه اخلاقيه، ممكن نحط مكانها مورال، معناها قيمه اخلاقيه او رساله في العمل الفني المكتوب، سواء قصه او هكذا يعني. طيب بعد كده عندك 25، بيقول لك the purpose of the meeting is to note ideas، الغرض من الاجتماع ده هو ان احنا نولد افكار، قلنا قبل كده برين ستورم ايدياز، دي واتكررت كتير. Don't sit still in your chair for more than 24-25 minutes، ما تقعدش في الكرسي اكتر من 25 دقيقه. Stand up، اقف كده على حيلك كده وعلى رجلك. And manage يعني يدير. Avoid، تتجنب. Stretch، مدد نفسك كده يعني، بص لما تتساءب كده وتمد ايديك فوق كده وتمطط نفسك، هي دي. And stretch. If it is your not، انها your ايه؟ To look after your family when your father is away، إنها مسؤوليتك، يبقى responsibility. Rain was not down، عايزك تعرف دايما مصطلح بور داون ده اللي معناها يتصبب أو ينهمر، بيجي ورا بعضهم، المطر كان ينهمر يعني بيتصبب بكثافة. I was shocked by his violent، أنا كنت مصدوم بالفايلنت اللي معناها عنيف، كلمة violent عنيف، ودي زي الفرنساوي بالظبط عندكم. Violent reaction اللي هو رد فعله العنيف. Reclaiming desert اللي هو استصلاح الصحراء. And طبعا reclaiming يعني استصلاح، احفظ عشان الترجمة. And building new factories، وبناء مصانع جديدة. Continue، contribute to، بيشارك في. Job creation، خلق فرص العمل. I was not as nobody seemed to understand what I was trying to say، محدش كان فاهم اللي أنا كنت بقوله، عشان كده أنا كنت exhausted، متعب. Stressful يعني مقرف، تخد بالك دي مقرف أو متعب زي ما اتفقنا. عندك blunted معناها هوت أو إن خفضت. Frustrated يعني محبط، فأنا كنت محبط لأن ما كانش في حد فاهم أنا بحكي في إيه. طيب رقم 32، it not a mother when her son or daughters achieve success، لما بنتك او ابنك يحققوا النجاح، فده شيء pleases يعني يسعد. على فكرة كان ممكن نقول it pleases a mother او it makes a mother pleased. Everyone not difficulties، كل واحد بيواجه صعوبات في حياته. Every now and then، من حين لآخر، يبقى يواجه طبعا. manage يدير. avoid تجنب. stretch يعني تمدد. experiences هنا معناها يواجه، ودي verb. being a 75 year old، احنا ليه ما ضفناش هنا اس، مش 75 دول جمع، لان الشرطتين دول حولوا الكلمه دي لصفه زي ما قلنا، ودي صفه مركبه. دكتور علي retiring from his medical career، لان الراجل ده عنده 75 سنه، فالدكتور علي بيفكر في
يعني considers بيفكر في التقاعد من شغلانته. You need to find a nut to help you with your son's mental disorder. انت محتاج ايه عشان يساعدك في مشاكل ابنك الذهنية؟ بريشر اللي هو التوتر او الضغط، سايكولوجيست دي معناها عالم نفس، وكونسلر المستشار النفسي برضو، يبقى هنا بي اند سي. I felt really not and angry. انا حسيت ان انا ايه وغضبان من نفسي لما انا ضيعت او خسرت المباراة. creative يعني مبدع، impressed معناها منبهر خدناها قبل كده، frustrated يعني محبط، وencouraged معناها مشجع او شجع، استخدم كصفة وكفعل في التصريف التاني. طيب بعد كده 37 بيقول لك it نقطة is a state of emotional, physical and mental exhaustion caused by excessive and prolonged stress. بقول لك هو عبارة عن حالة بتجيلك من كتر الشغل والضغط اللي انت عايش فيه، يبقى ده burn out عذرا. To not means to leave a pick a place quickly، انك تغادر مكان بسرعة، يبقى ينقشع او يزول، هي clear over. To not is to change، انك تغير او make something change، يبقى alter. To not is to think that something is probably true، انك تفكر او تعتقد ان حاجة صح، مبني على معرفتك، يبقى يكشر ولا يكشر ولا يوبخ ولا سبوز يفترض، بتفترض. means organizing انك تنظم، هتعمل الحاجة امتى ولحد قد ايه، يبقى ده time management، انا هشتغل بكرة لمدة 7 ساعات، انت كده بتدير وقتك. is an adjective that describes the feeling of being very tired، صفة بتوصف شعور انك تعبان جدا، يبقى exhausted. is to deal with difficult situation، انت تتعامل مع المواقف الصعبة، يبقى cope، تسيرها. means how good you feel، مدى شعورك انك كويس. in your body and how happy، ومدى سعادتك اللي هي السعادة اللي هي well-being. امال ايه mental health، السعادة الصحة الذهنية، افكارك سليمة كده ودماغك حلوة. self care العناية الذكية، انك بتغسل وبتظبط نفسك. is to angrily criticize، انك تنتقد شخص بغضب، especially خصوصا طفل، about something they have done، فيما يتعلق بشيء هم عملوه، يبقى سكول. طب بس عايزك تفهم حاجة، ليه ما ناخدش بوت وليه ما ناخدش فرون؟ البوت والفرون دول اكشنز او رياكشنز، يعني احداث انت بتعملها كده، بتكشر بوشك، بتكشر بشفايفك، مفيش كلام. لكن سكول انت هنا بتنتقد كلام. يعني to not is to help something to develop or increase، معناه انك تساعد شيء انه يتطور او ينمو، يبقى ده يرقي اللي هي بروموت، كان ممكن هنا برضو انهانس وبوست. to not is to make an angry, unhappy, confused expression moving your، اسمع الكلمة المهمة دي، eyebrows، مدام قال لك eyebrows يبقى frown. to not is to get better، get better يتحسن، بتساوي improve. امال بروموت احنا خدناها بتساوي مين؟ بروموت بتساوي improve برضو، وبتساوي make better، بس هنا معناهم يحسن. means taking care of your body، انك تهتم بجسمك، and how you feel، ومدى شعورك انك كويس. الاهتمام بالصحه والجسم وكده اسمها سيلف كير. is a feeling of being very worried، انك تحس انك انت قلق جدا او scared، خائف جدا. time management اداره الوقت، well being السعاده، mental health اللي الصحه الذهنيه، يبقى اكيد تي ستريس. خلصنا كده الجزئيه دي، هندخل بقى على جزئيه اخرى اللي هي جزئيه الميني تيستس. الوحده دي لطيفه، وكل المنهج بعد كده لطيف، ما فيش صعوبات، انت خلصت المنهج، راكز ذاكر بتركيز، عشان كده حتى هتلاحظ ان احنا نبدا نكتر شويه في الفيديو. يعني what activities can you، انت عارف انها اسمها do activity، يعني مارس نشاط. I will have to note a lot of tests، انت عارف ان اسمها يقوم بامتحان، اسمها do a test. in order to improve your mental health you need to note responsibility، يتحمل مسؤوليه، فهينفع هنا have، وهينفع هنا take، وهينفع هنا كمان shoulder اللي هلاقيها في الاختيارات، ادي عندي take. burnout is caused by both the decisions you note and situations you can't control، الانهماك ده بيتسبب او بيحدث بسبب القرارات اللي انت بتتخذها، and decisions and situations اللي انت، المواقف انت بتعرفش تتحكم فيها. تعرف وتضيف لمعلوماتك ان كلمة decision قرار، ممكن يقول make a decision يعني يصنع قرارا، و take a decision اتخذ قرارا، فكده A and B. why don't you not the advice your parents give you، لماذا لا تتبع النصيحة اللي اهلك بيدوها لك. you may experience، ربما تواجه as a result of too much work، نتيجة العمل الكثير، أكيد burn out للهماك وسترس التوتر أو الضغط، يبقى A and B. you can do، أنت ممكن تقوم ب revision اللي هي مراجعة. the exams you have not aimed to measure the process you have achieved in learning، الامتحانات اللي أنت قمت بيها، أنت عارف do an exam و do a test، يبقى ناخد done. I not responsibility، take responsibility، have responsibility، shoulder responsibility، الإنجليزي بيكرر نفسه.
بعد كده the new system has not the importance of teacher's role in the educational process. ولكن النظام الجديد ده رقى من أهمية المعلمين، دور المعلمين، يبقى بروموتد. You can take a snack، وممكن ناخد have a snack زي ما قلنا. Please stop taking a talking and pay attention. توقف عن الكلام و pay attention يعني اعطيني اهتمامك. I not time for some activities. في مصطلح اسمه make time for، معناه يحدد وقتا لي او يخصص وقتا لي. You should not your best. Never give up. يجب عليك ان تبذل قصارى جهدك. يبذل قصارى جهده اللي اسمها try your best. وعلى فكرة كان ممكن هنا في الحتة دي برضو نقول you should do your best. Do your best يعني تبذل قصارى جهدك. انا كان ممكن اكتب له هنا do. طيب الجملة اللي بعد كده المين تيست اللي على الدور. بقولك his health improved يعني صحته تحسنت when he moved to a fresh to the fresh air، لما هو انتقل للهواء النقي يعني اللي في الريف. ممكن نحط كلمة ايه مكان improved؟ صحته تحسنت. تحسنت يعني get better، هناخده هنا get better. his health improved صحته تحسنت. هو عايز كلمة عكس improve، يتحسن معناها يسوء، يبقى worsen و deteriorated A and B. طبعا enhance يدعم هتساوي انها improve. when one is under stress، لما الشخص يكون تحت توتر، ده معناها انه بيعاني من pressure اللي هو التوتر او الضغط. mental و physical عكس بعض، اصل ده ذهني وده جسدي، يعني بتساوي زي بالظبط كلمة بريز اللي هي يثني على واكيد يوبخ اللي هي سكولد وينفع تيل اوف. طيب بالنسبة لكلمة intellectual زي بالظبط سكولد اللي معناها يوبخ وتيل اوف اللي هي معناها يوبخ، الاثنين بيساووا بعض. يبقى انا عايز كلمة بتساوي intellectual يبقى هي كلمة mental، ما هي معناها ذهني برضو. طيب من التست اللي عليه الدور بيقولك احمد is supposed to be، احمد يفترض ان هو يكون ايه بقى؟ ركز معايا بقى هنا عشان دي محتاجة نكتب شوية حاجات. عايزك تعرف كلمة بروموت زي ما اتفقنا. بروموت ده فيرب بمعنى يدعم ومعنى يرقي شخص في وظيفة ومعنى يحسن من أداء ومعناه يروج لوظيفة أو لمنتج أو هكذا. طيب برو مو شن دي ناون، A promotion noun دي بمعنى ترقية. طيب A برو مو تر ده برضو ناون، دي معناها الداعم أو المتعهد بحماية أو بالدفاع عن يعني. طيب برو مو تد دي adjective معناها تم ترقيته. ركز معايا، بروموتر دي اسم عايزين قبلها A، فأقول لك هي از نوت. يا ترى هتقول هي از ايه من هنا من الاختيارات دي؟ والله انت هنا عشان تاخد واحدة من دول فممكن تقول هي از ا برو موتر يعني هو راجل داعم، او هي از برو موتد يعني يتم ترقيته، يتم ترقيته صفة يعني. طيب فلو انت هتاخد بروموتر فانت عايز قبلها ايه؟ انا بقول لك كل الخصانة دي ليه؟ عشان قال لك ان احمد از سبوز تو بي هنا بروموتر عايز ايه بروموتر، وبروموشن ترقية، مش هيقول لك احمد مفترض ان هو يكون ترقية، وبرموت يعني يرقي، يبقى هنا بروموتد. احمد السبوز تو جيت يحصل على الترقية يبقى بروموشن. طب اللي بعدها بقول لك مستر اشرف از ا نوت اوف تيتشرز رايت. مستر اشرف ده بيكون ايه لحقوق المعلمين؟ اكيد داعما، داعم يعني بروموتر، وعايز قبلها ايه موجودة يبقى بروموتر. I can't do this job alone، مش عارف اقوم الشغلانه لوحدي. It would be هي هتكون exhaust the verb بمعنى يتعب، exhaustion the noun بمعنى التعب، exhausted the adjective بمعنى تعبان، exhausting the adjective برضو بمعنى متعب مقرف. فانت بتقول ان انا مش عارف اعمل الشغلانه دي اصل هي ربما تكون متعبه، يبقى exhausting مقرفه يعني. انا ربما اكون ايه متعب تعبان يبقى exhausted. القيام بهذه الوظيفة بنفسي ربما يتعبني، يتعب exhaust اهي يبقى exhaust. doing this job in my own would lead to complete ممكن يؤدي الى التعب القرف نفسه اللي هو exhaustion رقم B. طيب it is clear من الواضح that your health has ان صحتك تحسنت، يتحسن يعني improve يبقى has improved. طب ما improve اهي ما ايوه بس في has عايزة بعدها بسط participle. the note in your health is clear التحسن اللي هو improvement. I am confident about your ability to
انا واثق في قدرتك انك انت بعد تو عايزين مصدر يبقى تو مانج، انك ستدير الفريق. I am confident that you will be a good، انك ستكون ايه جيد، اكيد مدير جيد يبقى a good manager. انا واثق في your good ايه of the team، انا واثق في الاداره بتاعتك للفريق يبقى good management، ادارتك الجيده للفريق. طيب بعد كده في اسئله تاني اظن، في مين تيست اهو كمان بيقول لك the referee الحكم angry told the player، قال للاعب to clear off ان هو ينقشع امشي من قدامه. The child was in danger يعني في خطر، in danger معناها في خطر. My grandfather suffered from a mental not problem، جدي عانى من مشاكل ذهنية او مشاكل صحية ذهنية يعني. طيب هنا في مشكلة ممكن تكون انت بتقع فيها، وايه الفرق بين health و healthy؟ تعالى اما اقول لك كده الفرق بين الاثنين دول سريعا. كلمة health دي ليها معنيين، بنستخدمها كنون بمعنى الصحة، بنستخدمها كadjective بمعنى متعلق بالصحة، يعني متعلق بالصحة ليه علاقة بالصحة. فنقول health problem، health problem معناها مشكلة متعلقة بالصحة، health care الرعايات المتعلقة بالصحة. طيب health sector اللي هو القطاع الصحي، القطاع اللي ليه علاقة بالصحة. أمال إيه healthy؟ healthy دي معناها صحي بمعنى مفيد للصحة، فأقول لك مثلا healthy food يعني الطعام الصحي. طيب ارجع كده لجملتك الجامدة اللي بعد كده بقول لك فيها إيه. بقول لك my grandfather suffered from، عانى من مشاكل في الصحة، مشاكل ليها علاقة بالصحة يبقى health problems. You need to do exercise on regular paces، دي على فكرة on regular paces بتساوي كلمة regularly، on regular paces بتساوي regularly يعني بانتظام. طيب بعد كده it is unhealthy من غير الصحي to stay late، stay up late يعني يسهر. I went on a five، بص يا مستر ما دام الشرطة دي موجودة يبقى دي كده على بعضها صفة مركبة للاسم ده يبقى five day. Do your job in order of، ما هو في in order to بس الفرق بينهم كالتالي، in order of اكتب لك دي كمان، in order of معناها وفقا لي، لكن in order to دي معناها لكي. فأقول لك in order to pass the exam you must study، عشان تنجح فانت لازم تذاكر، لكن ديت اقول لك arrange the students يعني رتب للطلاب، in order of gender يعني وفقا لجنس الطلاب، الولد لوحده والبنت لوحدها وفقا اللي احنا قلنا ده. ف in order of يعني وفقا للأولوية. Do you have to retrain to cope with، cope with طبعا زي ما اتفقنا ما فيش حاجة اسمها cope up with، اسمها cope with على طول. طيب باقي معانا حاجة؟ لا خلاص كده خلصنا الحمد لله، ما بقاش معانا في الكلمات حاجة. الفيديو اللي جاي ان شاء الله انا هشرح القاعدة واحلها في نفس الفيديو، يعني هيكون اتنين في واحد كده سريع لان القاعدة لطيفة وما فيهاش اي مشاكل. نلتقي ان شاء الله رب العالمين في الفيديو المقبل، هننزل الجدول ان شاء الله يعني ساعة ما تسمع الفيديو ده الجدول هيكون موجود عشان تعرف انت رايح فين وجاي منين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.